وبعام 2013 لاحظ أحد السكان المحليين إنه في زلمة بيشبه طرزان عايش وسط الغابة. أشخاص قرروا التوجه للغابات لحتى يعيشوا هنيك مثل ما عاش الإنسان البدائي والقديم، بعيداً عن التطور التكنولوجي وضجيج المدن. هدول الأشخاص يلي قدروا أنهم يبتكروا طرقهم الخاصة وأساليبهم الخاصة لحتى يعيشوا بالغابات وسط الحيوانات والأشجار. فكلياتنا نحن وصغار شفنا أفلام الكرتون وخصوصي طرزان وموكلي، كيف أنه الإنسان لما يعيش بالغابة وسط الحيوانات بيصير عنده بنية جسمانية قوية وقادر على مجاراة أعتى الحيوانات، ولكن هذا الشيء على حساب التأقلم مع الحياة العادية مع الأشخاص الآخرين. ولكن خلونا نسأل حالنا هذا السؤال بعيدا عن الخيال، هل يا ترى إذا عاش الإنسان من هو وصغير وسط الغابات بين الحيوانات المفترسة رح يصير عنده هي البنية الجسمانية القوية لحتى يتعامل مع هي الظروف الصعبة؟ جواب هذا السؤال هو محور حلقة اليوم، خلينا نبلش. السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا جماعة؟ كيف صحتكم؟ إن شاء الله تكونوا مبسوطين، وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. بداية اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعام 1946 بأحد الأيام كان في مجموعة من صيادين الغزلان طالعين برحلة صيد روتينية وعادية جدا بالبادية السورية، ولما كانوا عم يلاحقوا مجموعة صغيرة من الغزلان لحتى يصيدوهم لاحظوا شغلة غريبة تكاد أن تكون أغرب شغلة ممكن يشوفوها بحياتهم، ألا وهي وجود طفل صغير عاري تماماً عم يركض مع مجموعة الغزلان الصغيرة هي وبجاريهم بالسرعة حتى. وهون قررت مجموعة الصيادين توقيف عملية المطاردة مباشرة لحتى يراقبوا وضع هي المجموعة الصغيرة من الغزلان وتحديداً الطفل الصغير ويشوفوا الوضع لفترة. وبعد ما راقبوا الوضع ودرسوا سلوك هي المجموعة اتفاجأوا بشغلة غريبة جداً، فالصدمة الكبرى كانت انه هذا الطفل عايش مع مجموعة الغزلان وكأن عائلته حرفيا. وطبعا كلياتنا رح يجي ببالنا مجموعة من الأسئلة، من وين عم ياكل ومن وين عم يشرب ووين عايش اصلا؟ صدق او لا تصدق انه هذا الطفل كان عم يرضع من حليب الغزلان وهذا الشيء بيأمن له المي والغذاء، وكان يبدو بانه هذا الطفل ما بيعرف اي شيء حرفيا غير مجموعة الغزلان يلي بيعتبرها عائلته حرفيا والبادية يلي هي البيت الكبير يلي بيسكن فيه. وعلى الرغم من هيك قرر الصيادين انهم يمسكوا هذا الطفل لحتى ياخذوه على المدينة ويقدموا له الرعاية ولربما بيلاقوا عائلته الحقيقية. ولكن المفاجأة الكبيرة يلي اجت بعد كل هاي المفاجآت انه باللحظة يلي قربوا من مجموعة الغزلان هذا الطفل صار يركض مع الغزلان وكأنه استشعر التهديد من هدلول الأشخاص. هلأ طبيعي انه مجموعة الغزلان تهرب من اي شخص ممكن يقرب منه، ولكن الطفل ليش لحتى يهرب من الأشخاص يلي ممكن يقدموا للمساعدة؟ المهم انه مجموعة الصيادين ما يأسوا وقرروا الامساك بهذا الطفل بأي طريقة كانت، وبعد عدة ساعات من المطاردة الشاقة ما قدروا انهم يلمسوا الطفل حتى. والسبب هو انه مثل ما قلنا قبل شوي انه الطفل، وخلينا نسميه موكلي، بجاري الغزلان وبيركض معهم بنفس السرعة، فكانت سرعة ورشاقة موكلي تماما مثل سرعة ورشاقة الغزلان. ومثل ما بنعرف ملاحقة غزال وانت راكض على رجليك رهان خاسر لا محالة. طيب ليش ما حاول الصيادين انهم يتواصلوا مع هذا الطفل بالكلام لعل وعسى يرضى يرجع معهم على المدينة بدون هي المطاردة من اساسه؟ طبعا وبشكل بديهي اول شغلة حاول الصيادين انهم يساووها هي التواصل مع موكلي عن طريق الكلام، ولكن يبدو بانه ما كان عم يفهم عليهم ولا حرف. وصدق او لا تصدق انه هذا الطفل ما قدروا انهم يمسكوه نهائيا الا باستخدام سيارة، بحيث انه هدول الصيادين استعانوا بمساعدة سيارة عسكرية من الجيش العراقي، وكانت هي الطريقة الوحيدة لحتى يمسكوا هذا الطفل بعد مطاردة لعشرات الساعات. ومباشرة تم اخذه لأحد دور الرعاية بدمشق لحتى يتم إعادة تأهيله، وكان التقدير الأولي لعمر الطفل هو 10 سنوات تقريبا. ولكن ليش هذا الولد كان وحيد بالبادية وعم يركض مع الغزلان بنفس السرعة وما عم يفهم الكلام على الصيادين؟ للإجابة على هذا السؤال خلينا نبلش من نقطة وحيدة هي يلي متأكدين منها، وهي أنه موكلي عاش مع الغزلان لفترة طويلة جدا لحتى تأقلم معهم بهذا الشكل،
وعلى أقل تقدير كان عمره سنتين أو حتى أقل، فلربما عائلة هذا الطفل لما كان رضيع كانت ماشية وسط البادية. ممكن يكون أصاب مكروه أدى لفقد الطفل وسط الصحراء، أو لربما بالأصل هي العائلة تخلصت من الطفل ورمته وسط البادية لحتى يلاقي مصيره، وبالحالتين بتأدي للنقطة اللي حكيت لكم عنها، وهي أنه الطفل عاش مع الغزلان لفترة طويلة جدا، عاش مع الغزلان وسط البادية وما عم يشوف أي إنسان لعدة سنوات. هذا الشيء بيعني انه هذا الولد ما بيعرف اشكال الاشخاص، وحتى ما بيعرف شكله هو، لانه ماله متطلع بالمراية اصلا، وكان معتبر الغزلان عائلته الوحيدة ومستحيل انه يتركهم. وسبب هذا الشيء انه عم يتغذى على حليب الغزلان وما فيه يبعد عنهم باي طريقة. فمن الطبيعي انه هذا الولد لما شاف مجموعة الصيادين رح يهرب منهم وباسرع طريقة ممكنة، ورح يركض مع الغزلان وممكن يركض اسرع منهم. المهم كل هاي التحليلات بتوصلنا لنقطة مهمة جدا، انه اعادة تأهيل هذا الطفل وتعليمه لغة التواصل مع الاشخاص صعبة جدا وتكاد تكون مستحيلة. المهم انه تم وضع هذا الطفل باحد دور الرعاية وقدموه للعناية اللازمة، ولكن للأسف على ما يبدو بانه هذا الطفل تعرض للمعاملة السيئة بدار الرعاية يلي كان فيه، وبعد ما عاش 9 سنين تقريبا على هذا الحال قرر انه يهرب من هذا الدار باي طريقة ممكنة. وبالفعل قدر انه يهرب من دار الرعاية، ولكن لحتى يلاقي مصير اسوأ من يلي قبله، الا وهو شوارع المدينة. والحياة بشوارع المدينة بالنسبة لهذا الطفل هي أصعب بمليون مرة من الحياة بالغابة مع الغزلان. وصدق أو لا تصدق أنه الأشخاص بالشارع صارت تستغل هذا الطفل لحتى يسابق السيارات مقابل الأكل والشرب. اي نعم، مثل ما سمعت، لحتى يسابق السيارات. طبعا مو أي سيارات، وإنما سيارات عام 1950 يلي من الممكن أنه أسرع سيارة بهذلاك الوقت توصل للخمسين أو ربما 60 كيلومتر بالساعة. وهذا أول سبب ممكن يخلينا نصدق هاي القصة يلي هي مسابقة الطفل للسيارات. والسبب الثاني هو البنية الجسمانية القوية يلي بيمتلكها هذا الطفل أو الشاب بهدلاك الوقت، لأنه بعد ما هرب من دار الرعاية كان عمره 19 سنة تقريبا، وقبل 9 سنين لما كمشوه الصيادين كانت سرعته تقريبا تجاري سرعة الغزلان، فكيف الوضع لما كبر وصار عنده بنية جسمانية قوية أكثر من قبل. وبحسب صحيفة ساندي إكسبريس البريطانية أن سرعة ماوكلي السوري الحقيقي كانت تقريبا 50 كيلومتر بالساعة. المهم أن نرجعوا أخذوا هذا الطفل من شوارع المدينة وأخذوه لحتى يعتنوا فيه. وهي القصة كلياتها مقتبسة من كتاب لزلمة فرنسي تم إصداره بعام 1960 باسم الفتى الغزال. بصراحة مصادر هاي القصة ضعيفة نوعا ما، ولكن خلينا نفكر شوي. إذا طبقنا هاي القصة على أرض الواقع وخلينا طفل يروح يعيش مع الغزلان من لما كان صغير، وأيضا الغذاء الوحيد يلي عم ياكله ويشربه هو حليب الغزلان، وكمان رح يضطر إنه يركض ورا الغزلان لحتى يحافظ على غذائه، ولا ننسى التضاريس والظروف الصعبة الموجودة بالبادية. كل هاي العوامل فينا نشبهها بتدريبات العدائين الصعبة جدا، وحتى ممكن تكون أصعب منها. فمن الممكن انه كل هذا اللي حكيناه طلع لنا الفتى الغزال. اما بالنسبة للشخص الثاني معنا بحلقة اليوم هو الشخص الفيتنامي هو فان لانغ. هذا الزلمة ضل عايش بالغابات الفيتنامية لمدة 41 سنة بالتمام والكمال بسبب حادثة مأساوية صارت مع عائلته، بحيث انه بعام 1972 تعرض منزل هذا الشخص للقصف وخسر 3 أشخاص من عائلته. طبعا هو فان لانغ بهدلاك الوقت كان عمره 8 سنين فقط، وهون قرر الأب انه ياخد الولدين البقيانين ويروح فيهم على الغابة لحتى يعيش هنيك لحد ما تنتهي الحرب، ولكن هذا الشيء ما صار أبدا. فيبدو بأنه الأب عانى من رهاب العودة للمدينة بسبب الحرب، وصارت الغابة هي منزل العائلة الرئيسي. وبعد ما عاش هذا الطفل هو وأخوه وأبوه بالغابة لعدة سنوات، توفى أبوه وأخوه راح توجه للمدينة لحتى يكمل حياته هنيك، وبقي هو فان لانغ لحاله وسط الغابات، وبقي على هي الحالة لوحده 41 سنة من وقت دخوله للغابات، وما في أي شخص بيعرف عنه أي شيء. وبعام 2013 لاحظ أحد السكان المحليين أنه في زلمة بيشبه طرزان عايش وسط الغابة،
ولكن هو فان لانغ حالته غير حالة موكلي السوري اللي حكينا عنه قبل شوي، لأنه هذا الزلمة كان قادر على التواصل بسهولة عبر الكلام مع الأشخاص الآخرين، فمثل ما قلنا أنه عاش لمدة 8 سنوات بالمدينة مع عائلته بشكل طبيعي، وحتى لما توجه للغابة كان في معه أبوه وأخوه الثاني، لهيك كان متعلم الكلام وبيحسن يحكي مع الأشخاص بشكل طبيعي. المهم أنه لما انتشر خبر هذا الزلمة صارت كل الناس تتجمهر لحتى تروح تتفرج عليه كيف عايش، وطبعا بطل قصتنا كان مستغرب للغاية من كمية الناس يلي جاية تشوفه بالغابة، لأنه مثل ما قلنا الأشخاص الوحيدين يلي شافهم لمدة 41 سنة هن أبوه وأخوه يلي تركوا بالأصل بنص الطريق وراح ليشوف حياته. ولكن أعداد الأشخاص ما كانت الشغلة الوحيدة يلي شاغلة بال هو فان لانغ، بحيث أنه استغرب للغاية لما شاف بنات بين الناس يلي جايين يشوفوه. وين الشغلة الغريبة؟ يعني بنات عاديين جايين مع الأشخاص لحتى يشوفوا هذا الزلمة يلي عايش وسط الغابة من 40 سنة. رح أقلك ليش غريبة. آخر امرأة شافها هو فان لانغ بحياته كانت والدته يلي توفت قبل 41 سنة جراء القصف، وبعد هي الحادثة ما عاد شاف أي بنت بحياته. ومو بس هيك، فحرفيا كل الناس يلي راحوا شافوا هذا الشخص قالوا انه هو عبارة عن طفل عمره 8 سنين بجسد رجل، وكأنه نمو عقل هذا الإنسان وقف عند عمره 8 سنين وباقي جسمه كمل نمو بشكل طبيعي. ومن قصة هذا الشخص الثاني منعرف انه الحياة بالغابة بتغير الإنسان كتير حتى لو كان متربي بالمدينة هو وصغير. طيب شو رأيكم انه الشخص الثالث معنا بحلقة اليوم توجه للعيش بالغابة بعد ما فاز بالحرب العالمية الأولى ونال أيضا ميدالية الاستقلال بسبب شجاعته؟ بنسبة كبيرة سمعتوا بقصة طرزان الحقيقي. أحمد بدوي أو أحمد كلارك من مواليد عام 1899 بمدينة سامراء بالعراق أثناء الحكم العثماني بهدلاك الوقت. قصة هذا الإنسان كانت ملهمة لكثير من الأشخاص ومليئة بالبطولات، بحيث أنه أحمد بدوي شارك بحرب الاستقلال بغازي عنتاب وكان بضمن القوات يلي هجمت على أزمير، وبسبب هاي الحروب تعرض للإصابة وتسرح من الجيش، وكان هذا الشيء بعام 1923، وهذا كان آخر ظهور لأحمد بدوي وبعدها توارى عن الأنظار تماما. ولاحقا تبين بأنه التجأ لجبل سبيل القريب من مدينة مانيسا، وهنيك بنى كوخ صغير وسماه توبكالي أو قلعة المدفع، وكان جوهر حياة هذا الإنسان هو زراعة الأشجار، والسبب هو حزنه الشديد على الغابات والأشجار يلي احترقت بسبب الحرب وتحولت لرماد. وصدق أو لا تصدق أنه هذا الزلمة لحاله زرع آلاف أو ربما عشرات الآلاف من الأشجار، وكان مصدر إلهام لعدد كبير كتير من الأشخاص. حتى كان أحمد بدوي ببعض الأحيان يروح للمدينة مشان شغلة محددة. حزروا معي ليش كان يروح على المدينة؟ مشان يقرأ الجرايد. اي نعم، يقرأ الجرايد وهو عايش بالغابة. طيب من وين بده يجيب حق الجرايد ما زال هو عايش بالمدينة وما بيتعامل بالمصاري اصلا؟ صاحبنا حل هي المشكلة عن طريق انه كان ينقل المياه لمطعم كان قريب من الجبل يلي ساكن فيه، وبهي الطريقة قدر انه يأمن حق الجرايد. وبعد هي الاحداث البسيطة زادت شهرة هذا الانسان مثل النار بالهشيم. في إنسان غريب المظهر، دقنه طويلة وبيلبس سروال قصير وغريب وعايش بالغابة وعم يجي على المدينة لحتى يقرأ الجرايد. تركيبة هذا الشخص الغريبة لفتت أنظار الناس من جميع أنحاء تركيا، وأجمل شي بالقصة هي لطافة أحمد بدوي يلي كسب من خلالها محبة مدينة بالكامل. وهون قررت بلدية مدينة مانيسا منح أحمد بدوي راتب شهري مثله مثل أي بستاني بالمدينة. ولزيدك من الشعر بيت انه احمد بدوي كان يطلع بلقاءات تلفزيونية لحتى يشجع الناس على الزراعة والاعتناء بالغابات. وب 31 ايار عام 1963 توفى احمد بدوي وسط محبة مدينة بالكامل، وصار هذا اليوم ذكرى على مر الاجيال، وحتى انه صار عيد وطني بهدليك المدينة. وبهيك منكون حكينا قصص لثلاث اشخاص بالتدريج. أول طفل تربى بالبادية وما بيعرف أي شيء عن الإنسان، والتاني انتقل مع عائلته لما كان صغير من المدينة لحتى يعيش بالغابة بقية حياته، والشخص الثالث سطر بطولات بالحرب وأخذ ميدالية وبعدين راح على الغابة لحتى يعيش فيها ويكتب قصته بحروف من ذهب.
وحبيت أذكر قصة هدلول الأشخاص الثلاثة لحتى نجاوب على السؤال يلي سألناه بأول الحلقة، شو بصير بالإنسان لما يعيش بالغابة؟ هل يا ترى رح يصير مثل أفلام الكرتون أو شغلات أكتر؟ لا تنسى تكتب لي بالتعليقات جوابك الخاص بناء على قصص الأشخاص الثلاثة يلي حكيت لكم إياها. هذا كان كل شيء بحلقة اليوم، بتمنى أنكم استفدتوا واستمتعتوا. كان معكم محمد رامز، بأمان الله الكريم.